الله يعين. بتدور ايش اهبل؟ ايش بك؟ انت اهبل ايش تنزل امك هنا اهبل؟ عادي ترى حركة مي حلوة يا بدر، ايش بك انت اهبل؟ يا ابوي يا ترى قروي بدر، انت ماني متوقع اقسم بالله هذه الحركات انت تسويها والله. بدر امك يا ابوي، انت اللي عليك تنبسط ونفل. بدر امك، رجع لها يا شيخ، نزلني الفندق والله العظيم يا بدر والله. خليها ما تستفيد مني شيء، روح نزلها يا شيخ، هذه حركة مي حلوة ترى. انت ما والله ما اتوقع انك تسوي زي كذا اقسم بالله. امك ترمي عليها الفلوس زي كذا وسخ معفن انت اهبل يا ولد، انت حتى تقلب يا شيخ عليك. نزلني على شكلك، ما بتعرف عليك يا شيخ، ما فيك خير في اهلك، هتكون فيك خير فيا يعني الحين؟ هذا جزاك يا اصرف امك. امك صرف عشان يا معفن يا خرا على ابو شكلك. الحين ارمي امي عشانك في الشارع؟ ترمي امك يا شيخ بالله، روح نزلني البيت يا ولد. خلينا نروح مول، خلينا ايش بو امك انت حزين اخي، روح نزلني يا شيخ. ايش لك يا شيخ؟ اقسم بالله انت واحد وسخ، اقسم بالله اللي يمشي معاك اصلا معفن زيك. روح نزلني الفندق اقسم بالله. لا يا شيخ، نكت ام عيشتي يمين بالله. ريان ايش بك؟ بدر نزلني يمين بالله، شيء لا لا جد والله العظيم من جد شيء يقهر. والله ما امشي، ايش بك؟ بدر نزلني يمين بالله، اقسم بالله شيء يقهر، اقسم بايت الله يا شيخ. روح نزلني يا شيخ، انت اقسم بالله سبابي. يا اخي واحد يطش امه في الشارع عشان يتمشى بفي الامه، اهبل انت، شكلك مخك تعبان. شيخ روح نزلني اقسم بالله، مره قاهرني ترى، ودي اقتلك اقسم بالله، رصك بكف. روح يا شيخ، حمار انت حمار. هذا جزاتي الحين، انزل امك. امك حمار غبي اهبل، لا تغبني يا شيخ، الله يرحم امك اهبل. لا امي ولا امك؟ بدرين على شكلك. امي ولا امك؟ امي ولا امك يا امي شيخ؟ امي ولا امك؟ طيب بدر، بدر يرحم امك. بدر يرحم امك يا بدر. ريان ايش بك تمد؟ يرحم امك. امك تمد يدك على ابل انت؟ ليش تمد؟ طيب طيب ليش قوتك على امك؟ روح نزلني الفندق، انعل شكلك، انعل اول طيب يوم. طيب نزل يا شيخ بلوك. دقيقه انزل يا معفن، انعل شكلك. ريان.